يخصنا احنا. قداستك بتحلم بإيه لملتقيات اللغوس القادمة؟ وإلى أي مدى تفتكر إن هم الشباب يقدروا يعملوا أو يحققوا؟ الفكرة ناجحة جدا، وتجمعكم كشباب من كنائس كتيرة حاجة حلوة قوي قوي، وإنكم تيجوا تتقابلوا ويانا حاجة عظيمة. وأنا شخصيا لما بروح أي بلد بقى دلوقتي أروح البلد وعارف إن ليا يعني ناس فيها، مش رايح كده غريب. يعني الواحد يروح وهو قلبه زي الفترة الأخيرة كنت في إيطاليا يعني، وجودكم هناك يعني صحيح يعني دي حاجة حلوة قوي. الواحد أروح البلد وبعدين أقابل فيها ناس أنا عارفهم حاجة، وجم ويانا وقعدنا مع بعض وكنا مع بعض ولعبنا مع بعض وكل حاجة، فشيء حلو يعني. أنا بحلم إن العدد يزيد، عدد يعني عددكم يزيد، ولو إني خايف من الزيادة. أنتوا عارفين الكواليتي ضد الكوانتيتي، مش كده؟ لو الكوانتيتي زادت الكواليتي تقل، وأنا ما أحبش الكواليتي تقل. إحنا يهمنا الكواليتي تبقى يعني جيدة خالص، واحنا بنتعامل وياكم كانكم يعني مش في اي بي. ايه الاهم من في اي بي؟ جي بي اس. ايه جي بي اس؟ جي بي اس. لا، في اي بي فيري، يعني انتوا مهمين، بنهتم بيكم جدا، ويهمنا خالص انكم تاخدوا انطباعات جيده للغايه على حضوركم ووجودكم ويانا هنا خالص، باعتبار مصر هي الكنيسة الأم يعني، والذكريات بتاعتكم تبقى عايشة وياكم وتتكلموا بيها ويا كل حد. فبحلم إن العدد يزيد وإن الكواليتي ما تقلش، وبحلم إنكم تخدموا في بلادكم، وبحلم كمان إنكم تبقوا مرتبطين بمصر، لأن زي ما اتفقنا إن مصر هي الهارت، هي القلب بتاع الكنيسة القبطية. الجسم الهيومن بودي في وان هارت. الجسم بتاع الكنيسه القبطيه الكوبتيك ارثوذكس تشيرش ان ذا وورلد فيها وان هارت، والوان هارت ده فين؟ مصر. مش سامع؟ في مصر. في مصر، واخدين بالكم؟ حاجه مهمه قوي، نكبر في بلادنا ويبقى عندنا مطارنا واسقفه وكهنه ورهبان وراهبات وشباب وكله، لكن القلب فين؟ القلب في مصر. واضحة. يعني يا سيدنا شكرا، خدنا من وقتك بس فرحتنا، تعيش تعلمنا، وربنا يخليك لينا سيدنا. جراتسي بريغو. وهنا مرسي. مرسي. شكرا ليكم، ودايما فرحانين، ودايما وجودكم بيفرحنا كتير خالص. ربنا يحافظ عليكم، وروح الخدمة دي اللي هي توصل باستمرار، يعني انتوا مش جايين فسحة، انتوا جايين لعمل، والعمل ده يستمر وياكم بنعمة ربنا. شكرا جزيلا. شكرا سيدي. عارفين لما واحد يعمل حاجة حلوة نقول له ايه بالقبطي؟ نقول ايه بالقبطي؟ ناني إيما شو؟ ناني إيما شو؟ ناني إيما شو؟ يعني very good. ناني إيما شو؟ والكلمة دي بنستخدمها ناني اللي هي يعني جيد، يعني حتى ممكن نقولها لوحدها كده ناني. لما انت تعمل حاجة حلوة اقول لك ناني يعني حلو جيد خالص. فخدمتكم كلها جميلة، وبقول لكم عليها ناني إيما شو.